السلام عليكم ورحمة الله زبائننا الكرام. عندنا جهاز X-Tool H6 Pro وهو أعلى جهاز من شركة X-Tool العريقة. طبعا الجهاز بيمتاز عن الأجهزة الثانية أنه فيه البرو البروغرامينج، فهو بيعمل ECU فلاشينج أو ECU بروغرامينج مالت المرسيدس والبي أم والجولف والأودي والفوكس فاجن، وحتى في ECU بروغرامينج لسيارات ثانية فايلات مخزنة فيه أو موجودة بالأونلاين السيرفر مالت X-Tool. طبعا الجهاز جاي بشنطة احترافية، شنطة بلاستيكها قوي جدا مناسب للورش، وتفتحها. طبعا الجهاز زي ما حكينا بيختلف عن الجهاز اللي قبله اللي هو H6EB، انه في البرمجة اونلاين. طبعا شاشته 10 انش لو شايفين، بليز اوبن 10 انش. طبعا 64 جيجا، 4 رام. البروسيسور طبعا كواد رباعي بيشتغل مع بعض عشان يضمن لك السرعة، وال 64 جيجا عشان يكون فيها ميموري كفاية. طبعا هذا الجهاز بضاهي الاجهزة اللي هي بتعمل بروجرامينج مثل الاوتل، مثلا بي اس عفوا الاوتل الام اس 908 اس برو او الماكس اس 908 اس برو، وجهاز اللانش الباد 3 والباد في. طبعا الجهاز مزود بالوصله الفي سي اي، هذه وصله الفي سي اي، هذه تعمل بروجرامينج بروتوكول اللي هو جي 2 5 ثرو 4. طبعا الكيبل الرئيسي مالتها من هون، عفوا هذا الكيبل اللي هو بيتوصل على البي سي. نو ذير از ا كيبل بتوين ذس اند ذا كار، في كيبل بيكون موجود من الوصله هاي للسياره. تمام، ايوه هذا الكيبل اند وكونكتد ان ذا او بي دي 16، بتوصل بهذا الكيبل اللي هو الكيبل ال 16 بن. تمام، طبعا هاي وصلات السيارات القديمه، وهاي وصله الايثرنت بالطريقة هاي وبتوصل في السيارة. طبعا في برنامج له درايفر على اللابتوب بتنزله لو تحب تستخدمه كجي 2534 اللي هو البروغرامينج. طبعا اول ما تدخل بتعمله بالطريقة هاي، في عربي، في اوبشن العربي لو شايفين، can you make it because the light is reflecting، في اوبشن عربي، في اللغة العربية. طبعا هذا العربي موجود، احنا بنحب نستخدمه. طبعا في لغات كثيرة، go back to Arabic to English sorry، انا احنا بنحب نستخدمه كانجليزي دائما. الاجهزه هي بتعطيك كفاءه كثير. هاي بقول لك ترايل او انك ستارت اكتيفيشن، احنا قلنا له هاي حتى بيطلب منك، احنا بنقول له بعدين الاكتيفيشن. طبعا الجهاز فيه خاصيه الشبك التلقائي على السياره، في خاصيه الكشف الاعطال كامله ومسح الاعطال كامله. طبعا من هون تدخل على السيتنج اذا بدك تشبك انترنت مثلا، من هون بتقدر، او من هون اللانجوج اللغة بتختاره عربي او لا. من هون بتشوف شبكه مع البلوتوث، هذه مع الوصلة هذه بلوتوث. طبعا لو بدك تغيره عربي بدك تروح تغيره من هون، قلنا لو بدك تشبك انترنت بدك تروح على الشاشة الرئيسية اللي هو من هنا، بتروح على السيتنج مالت الاندرويد نفسه وبتشبك على الانترنت من هون. يوم ما تفعل الجهاز لازم يكون الجهاز بالانجليزي، بعدين لو بدك تقلبه عربي بتقدر. من هون الستورج، التخزين، الديسبلاي، الشاشه اذا بدك تخليها مثلا انها ما تنامش كل فتره تخليها تطولها. طبعا هذه من هون السيتنج كلها، هاي بترجع من هون السكيورتي، الباك اب اند ريسيت، لو يوم من الايام صار عندك ميموري فل بتقدر من هون تعمل له ريسيت. خلينا نرجع على البرنامج الاكس تول. ايوه نصبر عليه شوي، هي فتح. طبعا هاي الدايجنوسيس، اول ما بيطلع لك اللي هي السيرفيس ريسيت، في كل شيء سيرفيس ريسيت، في السيرفيس اند مينتنانس، البريك الكهربائي، دواسه البترول، الباب، الاي سي ام بيرفورمانس ابجريد. شوف هذا بيعمل اي سي بيرفورمانس ابجريد، يعني مش عارف بيسكله بيفتح صرفيه البترول بيسوي شيء، والله هذا ما اعرف الاوبشن، لكن الظاهر انه جديد فيه، موجود فيه يعني لو قلنا بي ام، بس ما هو بده يحاول يشبك عليها، فهو شكله بيشوف البيرفورمانس تبع السياره بيعمل ابجريد عليه. راح نشوف هاي الخاصيه، لانه هذا الاي سي ام، هذا برنامج بيعمل ابجريد شكله. يعني مثلا لو نفرض انه بي ام دبليو مثلا موديلها اكس 5 مثلا، وبدك تزيد البرفورمانس، ممكن يقول لك انه اعمل داونلود لبرنامج جديد للاي سي يو،
ففعلا قدراته رائعة جدا. فيه أنا شايف أكثر من سيارة بدعم الفوكس فاجن، التويوتا، اللكسس. إذا الأوبشن هذا مميز راح يكون صراحة عن أي جهاز ثاني، الـ ECM Performance Upgrade. ففعلا أوبشن رهيب جدا، أنا أول مرة بفتح الجهاز وبشوف هذا الأوبشن مش موجود بأي جهاز ثاني. وبالفعل إذا فعلا إنه بيسوي يعني بشكل كويس بيكون هذا جهاز فارق جدا. عندك التاير بريشر ريست اللي هو التي بي ام اس سيستم، الاي بي اس بليدنج بيعمل، جير بوكس ماتشنج، وانسترومنت كلاستر هذا لتعديل العداد، وهذا الامبوبلايزر او الامبوبلايزيشن هو المفتاح. طبعا هذا الجهاز فعلا قدراته رهيبة جدا في المفاتيح، يعني رائع جدا. الاكس تول شركة عملاقة، وهي الانواع الموجودة كلها تمام. طبعا انا كبست بالغلط هون، بس هاي مثلا الفورد، حتى السيارات الصينية الجريت وول، الهوندا، كل اشي موجود. طبعا فيك انت تختار اي سيارة وتشوف، يعني طبعا موقعهم هم حاطين الامبولايزر شو بتسوي بالضبط، يعني شو بتنسخ مفاتيح، بتضيف مفاتيح، بتنسخ ريموتات. يعني لو رحنا على الجي ام مثلا وكبسنا من هون البي دي اف، بيطلع لك لوحه بي دي اف بالقائمة اللي بيغطيها. يعني عندك البويك مثلا 2005 ل 2009 مثلا، هاي الامور بيطلع لك كل السيارة التغطية، يعني شو بيسوي. ها اول كي لوست، شوف اذا كل المفاتيح ضاعت في مثلا جي ام سي يوكن من 2007 ل 2009، فيك في الجهاز هذا تسويها تمام. هي شوف هون بقول لك كلير ذا فولت كود، ريد ذا نمبر اوف ذا كيس، يقرا عدد المفاتيح، بيشوف لك المفاتيح الماتشنج، لوست اول كيز مثلا اذا ضاعوا، كي انكريز بدك تضيف مفتاح، سمارت كي ماتشنج، لوست اول كيز او كي انكريز بدك تضيف مفتاح. كل الامور هاي موجوده للجي ام، وكذلك مطبق على السيارات الثانيه. بصراحه جهاز رائع جدا وممتاز في كمان موضوع المفاتيح. خلينا نرجع لورا، انا بستخدم الايد اليمين فالتاتش مش كثير ضابط معايا. طيب عندك البي ام اس ريست، هاي البطاريه، الهيد لايت ببرمج الانوار الاماميه، الالكترونيك بامب اكتيفيشن، عندك الاير سسبنشن، الهيدروليك، ستيرنج انجل، الستيرنج الكهربائي، عندك الكرانك شافت ريسنكرايزيشن بيعمل الكرانك شافت بيعيد ضبطه، دبت البيئة، الإبروم أدابتر، شوف بقرأ إبروم كمان، هذا جدا جدا ممتاز صراحة. الإبروم أدابتر بتقدر تستخدمه للمفاتيح، بتقدر تستخدمه للداشبورد، تنزل برامج جديدة، تشيل برامج، يعني هذا بيعمل ECU فلاشنج. يعني هو جهاز فعلا بروجرامينج أكثر من ما هو فقط جهاز كشف أعطال ومسح أعطال. ديسيبل ترانسبورتيشن، وعندك الانجكتر كودينج كمان، بيعمل انجكتر كودينج، وهذا شيء جميل. يعني بس تطفي لك انجكتر، بيشغل انجكتر، بتشوف الانجكتر اللي مش مضبوط. اير باج ريبير هذا مش موجود غير في الجهاز هذا بصراحة. ها شو يعني اير باج ريبير؟ بيعمل ريبير، يعني اذا كان عندك مثلا اير باج طالع او فاقع خلينا نقول، فبيرجع لك اياه. يعني شوف هذا كلير كوليجن ريكورد، والله رائع جدا. هذا الاوبشن مش موجود غير في الجهاز هذا، تصور بالفعل. يعني شوف الاودي مثلا، هاي التايب تبعه، رقم الهاي انا مش بالضبط شايفين، بيعمل لك كلير اي سي يو انترنال فولت، هي شوف، وكلير كوليجن ريكورد، بيعمل كلير للكوليجن ريكورد، يعني برجعها زي ما هي، ما فيش داعي تشتري ايرباك جديد. هاي الهوندا كمان، هاي عندك قائمه، يعني قائم بالاو بي دي، بيعملها بالاو بي دي كمان، ما فيش داعي انك تسويها، ما فيش داعي انك تسويها بال يعني باجهزه اخرى. يعني عندك هذا، شوف هون مثلا الامريكان موديل، الفورد، شوف الفورد، يعني هذا للدول اللي بتستخدم فورد، مثل الاردن، مثل السعوديه، الفورد يعني كثير كثير مستخدم تمام. يعني شوف حتى حاط لك رقم الموديول، بيعمل ريبير عليه. يعني لو سياره صادمه وطالع فيها الايرباج، انت بتحتاج لاجهزه خاصه لاعاده الايرباج. والله هذا جهاز جدا ممتاز بصراحه في الموضوع هذا. وبرضه في خاصيه الداشبورد، وتغيير الداشبورد، وتغيير العداد. فنحاول نحسن الصوره هنا، شوف اللاند كمان ايش عندك، اللي هو هاي الاوروبي كله، شوف الاوروبي، الرينولت، الاوبل، اللاند روفر، سيترون، هاي هوندا، اجهزه الهوندا، والله رائع جدا. هذا الاوبشن مش موجود، يعني والله جامع لك اكثر من جهاز، يعني جامع لك اكثر من 4-5 اجهزه مع بعض هذا الجهاز بصراحه. يعني جدا ممتاز بصراحه، ماشي. يعني ممكن تكون تغطيته بنسبة 60-70% ببعض الامور، اجهزة ثانية مثلا 100%، لكن الاجهزة الثانية ما فيش بتعطيكيش اوبشن زي هذا. شوف والله كثير فيه، يعني تمام، تويوتا، سوزوكي، مازدا، طبعا لبعض الانواع، انا ما بعرف هاي موديلات اي موديلات بالضبط ما بعرف، لكن للوهلة الاولى
والله جهاز جدا ممتاز. شوف الكيا هاي وصلنا 10 صفحات تقريبا واحنا نتنقل. النيسان مثلا شوف النيسان بيعمل هاي الامور. بدك تشوف بدك تشوف يعني الناس اللي اكيد بيعملوا ريبير بيعرفوا هاي رقم ال عفوا رقم ال خلينا نرجع شوي كنسل بيعرفوا رقم اللوحة اللي هي يعني نظام الايرباك شو هو بالضبط 93C46 مثلا بيعمل له ريبير. والله شيء رائع جدا. هم اللي بيشتغلوا بيعرفوا هذا الاشي. والموتسوبيشي اللي بده يشتغل من جديد كمان بيشوف اللوحة اللي عنده من ورا السيركت بورد شو مكتوب عليها وبيشتغل. والله يعني جهاز رائع جدا. شوف هاي وصلنا 15 ووصلنا موديلات كبيرة صينية كمان عندك انواع صينية جي ام التشيري كمان موجود هيو يعني هاي الجريت وول كمان يعني كثير انواع صراحه. هاي وصلنا 20 صفحه 21 واحنا بعدنا بنتنقل. طيب خلينا نرجع لورا. هاي الايرباج ريبير اوبشن رائع جدا مش موجود لحد الان. شايف انا الايبروم ادابتر مثلا مش موجود باي جهاز ثاني. الايرباج ريبير مش موجود عندك كمان اللي هو الايموبلايزر بشكل رائع جدا. عندك الاي سي ام بيرفورمانس ابجريد وهاي عندك السلندرات عندك السيت كونفيجريشن اللي هو برمجه المقاعد والبرفورمانس تاير ابجريد يعني هذا رائع جدا. يعني تاير موديفيكيشن اذا انت مثلا بتغير التاير تمام فممكن بيغير لك حجم التاير عشان يغير العداد يغير الامور هاي. شوف هاي موجود البويك الشفر ليه كل اشي صراحه. بدك تاخذ الليسته هاي كمان روح على موقعهم على موقع الاكس تول بطولها تمام. وهاي التغطيه للسيارات الامريكيه موجود والتغطيه للدياجنوسيز العادي احنا بنتكلم اللي هو كشف الاعطال مسح الاعطال. عندك كاي الاوروبي اسيوي استرالي صيني. بصراحه جهاز للوهله الاولى رائع جدا وممتاز ان شاء الله يكون ينال اعجابكم. طبعا في بدك تعمل داتا لوج بتقدر بدك ريموتلي يشبكوا معك ويشوفوا لك المشاكل من هون بيشبكوا لك عن طريق هذا التيم فيور. بتعطيهم الاي دي مالتك وبدخلوا معك هم وجماعه الاكس تول. احنا طبعا كشركه بنعطي ضمان على الشاشه على الـ على التاتش سكرين على الواي فاي بس مواضيع البرمجه والله السياره الفلانيه برمجه السياره الفلانيه لا بدك تطلع على مواصفاته قبل ما تشتري. احنا بنعطيك رابط حتى ممكن احطه في الوصف تحت موجود ممكن يساعدك في يعني تشوف السيارات اللي بيمشي عليها مثلا زي الاوبشن اللي قلنا الايرباج لسيارات معينه. كشف الاعطال طبعا لغالبيه انواع السيارات يعني ممكن يطلع ل 80-85% وبالاخص السيارات الامريكيه واليابانيه كل شيء ما شاء الله ممتاز. هذا الجهاز وهاي وصلت للاكس تول البروغرامينج بتستخدم البروغرامينج بروتوكول يعني فيك حتى تستخدم هذه الوصله مع برنامج مثلا جي ام تمام او تستخدمها مثلا مع برنامج فورد او تستخدمها مع اي برنامج ثاني نزله على اللابتوب طبعا يكون عندك اشتراك بيعفيك ما تشتري الكيبل. فيعني جهاز صراحه بعده اجهزه يعني ممكن تشتري هذا الجهاز وتشتري معاه عده اشتراكات ما شاء الله صراحه جهاز ممتاز. طبعا انتم شايفين هذا خط الايثرنت كيبل اشوف والله في وصله ايثرنت. هذا وصله الايثرنت الموجوده معاه تمام. في حال بدك تنزل له برامج او يشبك اونلاين تمام طبعا هو في واي فاي بس الخطوات هي راح تقول لك بالضبط شو بيشتغل تمام. وهاي وصله الايثرنت كمان التحويله لو بدك والله هاي وصله رائعه جدا انا صراحه اول مره بشوفها اتوقع مع جهاز. لحظه لحظه هاي ممتازه. شوف هاي مثلا هاي بتاخذ لك من الاو بي دي لايثرنت الايثرنت يعني انت ممكن توصل الايثرنت من هون لهون زي مثلا البي ام برمجه البي ام. شوف برمجه البي ام شوف 4 بي ام والله شوف 4 بي ام شوف هاي بتشبكها مع البي ام تمام وبتشبك على الجهاز وبصير يبرمج لك اياها اونلاين. رائع جدا رائع جدا هذه اول مره اشوفها انا مع جهاز بصراحه تمام. وهاي عندك السيجاريت لايتر اذا ما فيش وصله الفي سي ام مش مغذي باور. بصراحه جهاز راقي جدا جدا راقي هذا الجهاز وممتاز يعني ان شاء الله جبناه لكم ينال اعجابكم. اتش 6 برو لاول مره احنا بنجيب الاتش 6 برو من شركه الاكس تول. جبناه مره قبل سنه ونص سنتين بعنا منه كم من حبه ومن وقتها شويه وقفنا شويه فان شاء الله ينال اعجابكم هذا الجهاز. لطلب الجهاز اتصلوا على 0971501679410. اهلا وسهلا بكم.